كلمة لقدس أبينا الروحي القمص متى المسكين عن أسبوع الفصح مساء 2 البسخة الموافق 24 أبريل سنة 1978 بدير القديس أنبا مقار ببرية شهيد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حسب عادتنا كل سنة هنحيط إحاطة واسعة شوية بمفهوم أسبوع الآلام وإيه علاقته بالكنيسة وإيه علاقته بينا. هنقرأ جزء بسيط من الأصحاح 20 لإنجيل متى الرسول. وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الإثنين على انفراد الطريق وقال لهم لا نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويسلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا فقال لها ماذا تريدين؟ قالت له قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يميني والآخر عن اليسار في ملكوتك دوت اللي بيسعوا إلى الراحة بدون ألام كتير خالص بيسعوا إلى المجد والكرامة بدون دفع ثمن الصليب. فأجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له نستطيع. فقال لهم أما كأسي فتشربان وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشر اغتاظوا من أجل الأخوين فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والمجد لله. في عظة سابقة تكلمت عن إحساس المسيح بالآلام منذ بدء حياته وعلى مدى الإنجيل كله وفي كل أحاديثه وحتى في الأمثال التي أعطاها عن ملكوت الله كان فيها جميعا يشير إلى الآلام التي هيأ نفسه لها. النقطة دي وضحتها في حد ذاتها السنة اللي فاتت وأوضحتها على مراحل وإزاي ابتدى في الأول يوضح لهم خفيف عن نوع عن الألم بس وبعدين ابتدى يعبر أكثر فأكثر عن نوع الألم وبعدين ابتدى في الآخر زي الوقت زي ما احنا شايفين يحدد مين اللي يهينه ومين اللي هيحكم عليه ومين اللي هيسلبه وحتى في الآخر خالص ابتدى يلمح عن القيامة. يعني مفيش بعد كده توضيح هنحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة درجات محددة والكتبة اللي هم أعضاء السنهدرين فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه نفس الدرجات تمام ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. في الواقع ده مش موضوع حديثي لأني أنا استوفيته ولكن اللي عاوز أركز عليه إحساس المسيح بالألم والموت اللي كان بيرافقه ثم الدافع
المشجع الذي كان يدفعه دون أي اهتزاز لكي ما يسلك الطريق خطوة خطوة، وهو عالم بكل ما سيأتي عليه. موضوع خطير جدا بيهمنا، وهو ده المنطلق اللي هبتدي به حديثي معكم للتصحيح، تصحيح مسارنا ورؤيتنا للمستقبل. لأن في الحقيقة المسيح ما عملش أبدا أي شيء إلا مش زي ما بيقولوا من أجلنا، لا، ده عمله فينا. كل اللي عمله عمله فينا، لذلك نحن نأخذ نتيجة كل ما عمله، مش كهدية، مش كعطية منفردة كده من واحد سخي بيديها من بعيد، لا، ده زي ما قال بولس الرسول تمام، وده نقطة السر اللي هنطلق منها في حديثي. مع المسيح سلكت، مع ان المسيح بولس ما شافش المسيح خالص، مع المسيح سلكت. هنا بيوجهنا بولس الرسول ان عملية الصلب ما كانتش عملية شخصية مفردة، كانت عملية معمولة فينا. هوضحها كمان خطوة وبعدين اسيبها وبعدين ارجع لها تاني بعد شوية. بمفهوم ان كان الواجب اللي ينصلب بولس، وكان الواجب اللي يموت بولس، وانا وانت، ولكن المسيح عارف ان احنا لو انصلبنا لوحدينا صلبنا مش هيجيب حاجة، هيبقى حكم جزاء وخلاص، يعني الراجل القاتل بيقتل، فلما بيقتل بيدوله جايزة او ياخد كرامة انه قتل لانه كان قتل، او رجل عمل تعدي شنيع فحكم عليه بالسجن 20 سنة وخرج، يعملوا له حفلة في السجن او الحكومة تعمل له صورة كبيرة، يبقى طالع مخزي لانه وفى عقوبة السجن الواجب عليه، ويمكن افرجوا عنه قبلها بشوية يعني، او يعني كان مع الرحمة كان السجن ده. ففي الحقيقة لما بولس بيقول مع المسيح صلبت، لرؤية عميقة اعمق من شكلها بكتير جدا. كان المفروض ان احنا اللي ننصلب واحنا اللي نموت، وبعدين ما يبقاش في رجع بعد كده، لان ده يدوب يبقى كمان خطايانا اللي بنعملها النهاردة، لان من يخطئ يموت، وما فيش خطية اكبر من خطية، من اخطأ في واحدة فقد اخطأ في الكل، ومن اخطأ في الناموس فبالناموس يدان الموت. لذلك المسيح صلب معنا، او صلب فينا، او صلبنا فيه، كلها بمعنى واحد، لانه ارتضى، وكلمة ارتضى دي هصلحها بعد شوية، انه يتأنس ليتبنى القضية بتاعتنا، فاخذ الجسد واخذ البشرية بتاعتنا هي نفسها وصلب، بس بشرية ما هي شيء مشخصة بإنسان عادي، بشرية بلا لون، وأصبحت زي آدم الأول في الخلقة كرأس أولى يعني، لأن ما فيهوش خطية وبلا لون. لذلك أصبح لكل إنسان أن يقول عن صدق ويقين وعن إحساس واقعي أني أنا مع المسيح صلبت ومت وقبت. ده اللي قاله بولس بكل يقين، وده مركز بشارة بولس الرسول او قوة بشارته كانت اي معنى لي. اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات، صلبنا صلبت معه،
وحامل في جسدي سمات أو ألام الرب يسوع. وفي الحقيقة أرجع تاني لأسبوع الألام. دخول المسيح في أسبوع الألام أو دخولنا في أسبوع الألام للرب ده عمل مش طقسي ولا هو عمل كنسي، ده عمل بيختص بصميم حياتنا. الكنيسة لما أدركت بعد القيامة، أدركت أن الآلام اللي تألمها الرب كانت فعلا آلام خلاصية شملت البشرية، أحبني ومات من أجلي. ابتدت الكنيسة تكرم آلام الرب جدا جدا باعتبارها جزء لا يتجزأ من الصليب. فإن كان مع المسيح صلبت، مع المسيح تألمت. فبدأ وعي الكنيسة مبكر جدا بأسبوع الألام، ودته كرامة فائقة. عاوز أرجع بيكم كلكم بقى لذهن الكنيسة وفكرها في العصر الرسولي الأول، وأديكم صورة لأسبوع الألام قد إيه الكنيسة كانت بتبكره في العصور أو السنين الأولى للكنيسة، عشان أرجع هيبة أسبوع الألام ليكم تاني، لأني بعتقد إنها ماتت تقريبا في العالم. بقت شكليات وهيصة وتوزيع طعمية وضرب بومب، وعلى أحسن حال تزويغ من الكنيسة وعمل أناديل في البيوت، لأن الأنديل في الأيام دي في الأسبوع ده يعني ده ربيع الكاهن، يعني زي ما احنا بنقول أسبوع الألام ربيع الراهب، إن يعني بينتعش ورب في ريشه، وده ربيع الكاهن كمان، لأن يعني بيعمل له مثلا 60-70 أنديل في النهار في قبلها بشوية، وأسبوع الألام لغاية آخر يوم، يعني يجيب إرادة السنة كلها. أنا انطردت من اسكندرية عشان أسبوع الألام، كتبت مقالة وزعتها إن ممنوع على الكهنة إن يخرجوا من كنيستهم في أسبوع الألام عشان يعملوا أناديل. فعملت في الحال عرايز واتصلوا باتنين مطرنا وراحوا الأنبا بساب، وما خلصش أسبوع الألام إلا ما كنت مطرود من اسكندرية. وقالوا لي أنت تعيشنا؟ طب ما هي ده موسم السنة كله اللي بناكل منه عيش، ده فلان أبونا فلان بنى بيت من أسبوع الألام. فصورة أسبوع الألام في ذهن القائمين على طقسه كده، فما بال بالشعب تضحك، والناس بتروح تضحك وتتفرج على ازاي بيضربوا المطانيات في أسبوع الألام، مناظر مخزية، والخناقة على أراس طعمية والأشكال اللي بنشوفها في العالم. في الحقيقة اختفى شكل المسيح، اختفت واقعية أسبوع الألام. وطبعا هنا أنا متأسف خالص إن الدلال بتاع أسبوع الألام ده منقح تنقيح سيء جدا بإيدين عرفان وكهنة غير مقتدرين في الطقس، وما قدامي مخطوطة من القرن الثالث عشر. هقرا منها شوية حاجات بسيطة عشان هي دي الأصل وهو ده المزبوط، وطبعا ده غالبا هقدمه بصورته الدقيقة العلمية الإبتي والعربي كمان، بس لما أحصل على النسخة الكاملة زي ما مكتوب بردك: تغلق أبواب الهياكل على العادة المعروفة، وينتقل الكهنة والشمامسة والشعب كله إلى خارج وسط الكنيسة، وترتيب الصلاة هناك، لأن رب المجد أخرج خارج المدينة وقت آلامه، والرسول يقول: فلنخرج نحن أيضا خارج المحلة حاملين عاره. الخروج هنا بردك يعني أرجعه تاني من الطقس للفعل، فلنخرج نحن أيضا معه
خارج المحلة حامل ينهاره. بنطلع هنا في الخورس لأن المسيح حوكم وصلب خارج أورشليم زي ما قال أنه يستحيل أن النبي يصلب أو يموت خارج أورشليم، قصدي يعني في حدودها أو في دائرتها كمدينة قاتلة يعني. أما في مفهوم خروجه خارج المحلة فدا على طول الذبيحة، ذبيحة المحرقة كانت بتحرق خارجا. حاملين عاره، حاملين صليبه، دي كلها وقائع ما اقدرش يعني اخليك تحس، انا اقدرش احطها على كتفك، ولكن انت اللي تقدر بشيء من الاستبطان تحس بالخروج وتحس بالطقس في بدايته انه حياة مع المسيح خطوة خطوة، وان المسألة ما هياش الحان وتقوس ولكن عار. هذه الجمعة المقدسة قد فرض فيها التلاميذ الأطهار والآباء القديسون فروضا أوجبوها ووصايا رتبوها ونهوا عن التكاسل عنها والتضجيع في شيء منها. فقد ذكر الرسل في الدسكولية دي دسكالية سكولة دي دسكالية اللي هي كتاب التعليم في الباب 31: يجب عليكم أيها الإخوة الذين اشتريتم بالدم الجليل الذي هو دم السيد المسيح أن تعملوا يوم الفصح بكل استقصاء واهتمام عظيم من بعد طعام الفطير الذي يكون في زمان الاعتدال الذي هو 25 يوما من برمات. كل ده في التحديد، من بعد طعام الفطير أصد من بعد اليهود، وأن لا يعمل هذا العيد الذي هو تذكار الألام الواحد دفعتين في السنة بل دفعة واحدة تعمل في السنة لأجل الذي مات عنا دفعة واحدة، ويتحفظوا أن لا يعيدوا مع اليهود. طبعا أنا بقول الكلام بأخطأ، فتحفظوا باستقصاء من عيدهم الذي فيه طعام الفطير الذي يكون في زمان الربيع، هذا الذي يحفظ إلى 21 يوما من الهلال حتى لا يكون 14 من الهلال أبدا. يعني كان دايما يعملوه أسبوع بعد اليهود عشان ما نعيدش معهم أبدا، ولا يضيعوا ولا يصنعوا عيد القيامة الذي لربنا وإلهنا يسوع المسيح في يوم من الأيام إلا في يوم الأحد لا غير. يبقى أول يوم حد بعد اليوم 14 من نيسان، هذه إيه ترجمة الكلام كله. وصوموا في أيام الفصح، إذا نشوف هنا بقى الفصح ما بقاش يوم، أيام الفصح هنا بقى يخلي الأسبوع كله فصح. ده سبق كتبت فيه مقالة باستقصاء برضك، ولأول مرة يفهم ان فعلا ان اسبوع الالام ده مش اسمه اسبوع الام، اسمه اسبوع الفصح في الواقع، اسبوع العبور كله فصح، لان الالام دخل في ضمن الصليب فهي ايه الام فصحية، بيها بنعبر برضك، بنعبر زي بالصليب تمام، ما فيش فرق ما بين الالام والصليب اطلاقا، بين الام المسيح والصليب الذي صلب عليه ما تقدرش تفرق، يعني دي ألم الدرجة الأولى ودي ألم الدرجة الثانية، لا الاثنين بيكملوا بعض. وابتدوا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ويوم السبت، حتى دخل يوم السبت من جوه أسبوع الفصح. بس برضك بحسب البحث الدقيق اللي عملته في مقالة سابقة من 3 سنين لقيت أن يوم الحد، يوم حد الخوص محسوب أيضا من اسبوع الفصح، والمقالة دي تقدروا ترجعوا لها لأنها مكتوبة، وهي 6 أيام تناولون فيها الخبز والملح والماء فقط. طبعا هنا القانون قانون لا يعرف يمين ولا يعرف شمال، أصبح أن ما حدش يقدر يكسر القانون ده إلا بقانون أو بحل. يعني ما تقدرش مثلا ما تاكل حاجة غير الخبز والملح والمية إلا بحل، فطبعا ده قانون، أنا ما أقدرش أدي حل عام
واللي يبقى بكسر قانون الكنيسة. فكل اللي يقدر يصوم بعيش وملح ومية يبقى ده صح وملوش امتياز، واللي ما يقدرش على الخبز والملح والماء فقط ما اداش استثناء هنا خالص. ولكن ده بيبقى بقى المريض او العيان مثلا ما يقدرش يحتمل الخبز والملح من جهة احتماله في معدته في مصارينه في مثلا ظروفه العصبية، فده بيبقى حسب الطبيب على طول. انما ده القانون الكنسي، مين في العالم بيعمل دي؟ بقول لك اسبوع الالام اصبح زي خيال المآتة بقى اسم، حتى كلمة الام مش صحيحة، يعني اسبوع الام ما هوش اسبوع الام ابدا ابدا ابدا، ولسه هنشوف. فاما الخمر واللحم فانتهوا عنهما في هذه الايام البتة. لاحظوا هتستعجب هنا خمر ولحم، لاحظوا هنا في حاجة لو انا احطها يبان اوي اوي، ان الاسبوع ده كان بتصام لوحده، كان الاول بيصوم الاربعين المقدسة لوحدها وبيعدوا مدة زي شهر تقريبا، وابتدوا يصوم الاسبوع ده لوحده. فقبل يوم الاثنين كانوا بياكلوا خمر بياكلوا لحم، فبعد في اول يوم الاثنين يبتدوا على طول يصوموا صوم الفصل الالام. ولكن احنا من زمن مبكر جدا اضفنا الاثنين لبعض، الاربعين المقدسة على اسبوع الفصل، فهنا طبعا هيبان على طول الكلام ده. مضافا لما تقدم لانها ايام حزن وليست اعياد. واما يوم الجمعه والسبت فصوموهما معا كليهما لمن يقدر ان لا يذوق فيهما شيئا البتة. هنا ابتدى عشان طي بقى هنا اصبح مش كل واحد يقدر عليه، هنا تفهم على طول قوانين النسك. كنا نصوم اليوم كله لاخر النهار ما فيهوش امتياز، وده امر عادي وكل راهب مفروض فيه كده، واللي ما يقدرش على كده يبقى ناقص وطول عمره. ولكن كونه ان يفوت يوم بحاله، يعني يصوم يوم ويصوم اليوم الثاني، لا لا مبقاش قانون ابدا، بيبقى ايه بقى ده زيادة وعاوز تدبير خاص. واما يوم الجمعة والسبت فصومهما معا كليهما لمن يقدر ان لا يذوق فيهما شيئا البتة الى وقت صياح الديك سحر الاحد. هذا جيد، وإن لم يقدر إنسان أن يصوم اليومين معا فليتحفظ يوم السبت، ويقول الرب عن نفسه إذا أخذ الختن فحينئذ يصومون في تلك الأيام. إذن هنا بيحبذ الرسل بيحبذه جدا الصوم، لأن المسيح قال لهم كده، لما يتخذ العريس منكم بقى تصوموا، إنما طالما أنا معاكم ما تصوموش حتى في أسبوع الآلام. يعني في يوم الاثنين راح يدور على التينة عشان ياكل لانه جاع، كان جاع لا شك انه بعد التينة كل يوم الثلاث ويوم الاربع كان بياكل مع تلاميذه، والتلاميذ كانوا بياكلوا مسروقين بالسكينة مش حاسين دي اسبوع الالام. ولكن اخ بعد ما قام وادركوا انه كل الايام دي كانت تمهيد للصلب، وان كانت مشاورات وكانت واحس بكل شيء، ابتدوا بقى قالوا لا اسبوع الالم ده لازم ينصام، مع انهم ايام المسيح ما صاموهوش، ولكن المسيح سبق ونبه. ولكن قال لهم الوقت، قالوا له تلاميذ يوحنا بيصوموا، تلاميذك ما بيصوموش ليه؟ ده الايه الجماعه اللي عمالين يصادوا في الطقوس وفي الامكانيات وفي يعيبوا على المسيح وتلاميذه. قالوا تلاميذ يوحنا بيصوم وتلاميذك ما بيصوموش ليه؟ قال لهم حد يبقى العريس معاه ويصوم، لما ياخدوا العريس يصوم. فهنا المسيح لمح ان بعد ما هيؤخذ عنهم بعد ما هيرتفع هيحلو الصوم جدا جدا. ده مش معناه ان العريس مش معانا، ولكن بالصوم يبقى معانا اكتر، وبالصوم يتم الفرح اكتر. هقول لك حاجه، صوم طول النهار وكل خبز وملح، وتعالى تاني يوم اكسر الصوم كده واشرب كوبايه شاي الصبح كده وانا تعبان،
وقيس اليومين كده اخر النهار وشوف تلتي اليوم اللي صمته اخر لغاية اخر النهار وكلت في عيش وملح عيد وكان العيش والملح كأنه سكر والدموع تنزل والانسان عافية جايله منين ما تعرفش وفرح جايله منين ما تعرفش. وبعدين لما يكسر الصوم تلتي قلبه مكسور وعافيته رايحة عجب. هنا بقى الصوم ما بقاش مناحة لأن العريس معانا، ولكن الصوم بقى انت عارفين بطرس ويوحنا لما قالوا المسيح جيد يا رب أن يكون هنا في وقت التجلي بالضبط بتبقى تجلي، الآلام تجلي، الجسد بيضعف، الروح بتدخل على طول في النور، بتدخل في السحابة النيرة. كل ما الجسد يضعف بس إلى حد محدود، كل ما الإنسان ابتدى يحس بالحياة الأبدية وابتدى يحس بالملكوت وصدق الإنجيل وصدق المسيح والصليب. إذا الإنسان إدى للأكل، إدى للجسد الأكل وشبعه واداله غزاه وشربوا الشاي المظبوط ولا كان في صم ولا كان في اسبوع الام ولا ده الجسد مظلم والنفس مش منيره، ده ما يجيش مش فرح ولا يحس ابدا بالامجاد. فهنا الحكايه اتقلبت على طول بعد القيامه، اصبح الصوم مع ان ده مش مفهوم البروتستانت ابدا، هللويا هللويا المسيح قام خلصت يا اخ خلصت يبقى اوعى تصوم، ده كلام فاضي بتوع الناس الايه الأرثوذكس الأبط، مفهوم خاطئ جدا. ده متى رفع العريس عنهم فليصوموا، دول ما دقوش التجلي، دول ما دقوش النسك المسيحي وهو الطريق الضيق والباب الضيق الذي يطل إطلالة فعلية عملية سليمة جدا على الحالة الأبدية. فهنا الرسل وضعوا القانون كقانون، والقانون كانون يعني دستور او حد قاطع، لو تكسره تتقطع، مفهوم القانون كده، قانون كلمة سوريانية اصلا، كانون او مسطرة حتى، يعني زي السيف زي الحد القاطع ما بين شيئين، لو انت تعديت منه بيت متعدي. فحطوه كقانون، ده اول قانون وضع الرسل بالنسبة للحياة الكنسية والنسك الكنسي. اسبوع الالام ادوله صبغة مهولة، صار بس يعني من اوله ان ده حزن مش فرح، وبعدين ده مش عيد، ده يتاكل فيه الخبز والملح والمية بس. وان لم يقدر انسان ان يصوم اليومين معا فليحفظ يوم السبت ويقول الرب عن نفسه اذا اخذ الختن حينئذ يصومون في تلك الايام. وفي مثل هذه الايام المذكورة اخذه اليهود الذين لا خلاص لهم وعلقوه على الصليب وعدوه مع المجرمين. فلأجل هذا نقدر نترجم علقوه على الصليب، ده أنا اللي كان لازم أتعلق، وعدوه مع المجرمين ده أنا 100%. يعني فأنا مش بعمل تفضل للمسيح، مش بشاركه في بلوته يعني وبعزيه في الأيام المرة اللي عداها وأقول له يا سلام يا يسوع أنا أصوم لك اسبوع الالم اسمه لك، ده بنسمعه ودننا، هسوم لك يا رب اسبوع الالم ده مظبوط، هسوم لك يا يسوع الاسبوع بس تساعدني. كانه تفضل مننا لعشتاروت الهه السماء، بنعمل لها كعكه ولا بنذبح لها الولد في وادي ابن هنون. نعلمكم ايضا ان تصوموا فيها الى الليل كما فعلنا نحن لما اخذوه منا، يوم ما خدوه بطلوا ياكلوا. وفي اليوم الذي قبل الجمعة فليأكل كل واحد في الساعة 9 أو بالليل كما تصل إليه مقدرته، وليكن صومكم في ثاني يوم الأسبوع وفطركم وقت صياح الديك. هنا تلاحظوا القانون خلص خلاص، فلقى مسودة لقانون تاني مخطوطة فرح حطها معه،
ادي الكنيسه القبطيه وادي شغلها. ما تزعلش من التكرار، التكرار للبحاثه للدارس، وربنا هيديكوا البصيره بنعمه الله وهتبقوا دارسين وباحثين كلكم. لو تلاحظ اللي انا قلته تلتقي على طول هنا في قانونين داخلين في بعض، لو بدراسه وتدقيق وترجع للاصول وللمخطوطه هتعرف القانون ده وزمنه والقانون ده وزمنه، تلتقي الاولاني قبل التاني، لان التاني حل الصوم شويه. الاولاني قال الاسبوع كله تاكلوا الليل، وبعدين راح راجع لقانون من بعديه وهون خفف وقول لك ايه، وفي اليوم الذي قبل الجمعه ده انتهى الثاني، ونعلمكم ايضا ان تصوموا فيها دي في الايام كلها الى الليل كما فعلنا نحن لما اخذوه مني. وفي اليوم الذي قبل الجمعه فليأكل كل واحد في الساعه 9 او بالليل كما تصل اليه قدراته، وليكن صومكم في ثاني يوم الاسبوع، بيكرر ثاني، وفطركم وقت صياح الديك بكره اول السبوت الذي هو يوم الاحد. اصطلاح جديد اول السبوت، هنا قال في سحر الاحد على طول. وكونوا ساهرين الليل الى وقت صياح الدين، وانتم ده يوم السبت بالليل، وانتم مجتمعون في الكنيسه تصلون وتدرعون بسهر وتقرؤون من المزامير والانبياء والناموس الى وقت صياح الدين. واذا عمدتم موعظيكم، كان وقت العماد، ده كان وقت العماد الرسمي، وكان لا يعمد المعمدون الا في يوم سبت النور. مسمون سبت النور، مش النور اللي في ذاك الوقت، ده كلام جديد خالص ومختلط، لان كان الكنيسه كلها بتبقى مضيئة، وكل معمد بيدوا شمعة في ايده مضيئة، والمعمدين رجالة وستات بالالاف بمئات الالوف في الكنائس الكبيرة، وكانت كنائس برمتها تبقى للمعمودية. يعني في كنائس في روما وفي رافنا وفي كده، تبص لتلاقي كنيسة جوه كنيسة وسموها كنيسة المعمودية، وفيها ايه، سلالم نازلة سلالم نازلة سلالم نازلة، اربع سلالم بشكل صليب، ضفف نازلة وطالعة ضفف، وكل مجموعة عليها اسقف عمال يعمدها ويعلمها قانون الإيمان، لأن ما يسمعوش بودنه إلا اليوم ده. وقرأوا الإنجيل بخوف ورعدة، وكلموا الشعب بما يصلح لخلاصه. ثم اخرجوا من حزنكم واسألوا الله أن يعود إسرائيل ليتوب. لاحظ هنا مؤلف غير المؤلف الأولاني، يقول لك وفي مثل هذه الأيام المذكورة أخذه اليهود الذين لا خلاص لهم. ده مؤلف بداية تكملة الكلام. ثم اخرجوا من حزنكم واسألوا الله أن يعود إسرائيل ليتوب. للروح الأصيلة في الكنيسة، الروح الأصيلة في الكنيسة أنها تصلي من أجل اليهود للخلاص، مش زي ما هتقروا في كتاب الطرحات، هؤلاء الملعونين، هؤلاء اللي صفاتهم نعاتهم الذين لا خلاص لهم، هؤلاء اللي هي ربنا هيعمل فيهم ويسوي فيهم وكأن اللعنة نزلت عليهم إلى الأبد. مع أن الإنجيل واضح خالص، وبولس الرسول واضح خالص، وقال البقية هتخلص، وإن كانت الباكورة مقدسة فالعجين كله هيبقى مقدس. هنا الكلام ده صحيح وجميل. ثم اخرجوا من حزنكم اللي هو يوم الحد بقى، واسألوا الله أن يعود إسرائيل يتوب وينال رحمة ومغفرة من المخالفة التي عملها. وإذا قام الرب فاصعدوا قربانكم الذي أمركم به على أيدينا قائلا هذا فعلوه لتذكاري. ثم حلوا صومكم وأنتم مسرورون بأن سيدنا يسوع المسيح قام من الموتى وهو عربون قيامتنا، ولكن هذا ناموسا لكم أبديا وإلى انقضاء الدهر إلى أن يأتي الرب إلينا. انتهى القانون. فين ده؟ فين دلوقتي الخبز والملح والمية؟ وفين أسبوع الألام وأسبوع الحزن؟ وفين الإنجيل يقرأ بخوف ورعدة؟ ده بترتيل دلوقتي، ولازم تهز فيه، والهزة تبقى مظبوطة. يدوب ابتدينا أن الهزات يبقى فيها رنة حزن. في الحقيقة لا، كان وسمعت أنا بنفسي في كنائس كثيرة في الإسكندرية وغيرها بيقال باللحن الحزيني زي اللي بيقال في وقت التجنيد. فالمزمور مكتوب كده يعني في المخطوطات دي وفي غيرها، ان اما يقال باللحن الحزين او الادريبي. الادريبي بقى اللي هو على وزن كابرته. طبعا اما كانش ده في القبطي هيبقى لا، احنا لازم في العربي، ما اسمحش لاي واحد المزامير داوود النبي وفصل شريف من بشارة، لا 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 لا، ده ثانوي.
ازاي تقرا المزمور حزيني وتقرا الانجيل حزيني؟ هنا هو حسب كلام الرسل بيقول لهم ايه، ثم اقراوا الانجيل بخوف ورعده، لان الكلام نفسه ما تقدرش تقوله عادي. لما تقول ان مسكوه وعروه وطعنوا وضربوه على الراس وخلوا 39 جلدة، ومين اللي يقدر ينطق دي؟ انا لما كنت على سجيتي وما بقدرش امسك عاطفتي كويس، كان لا يمكن اقدر اطلع في اسبوع الالم ده واقرأ الانجيل اطلاقا. اقرأ كده اروح جاي لاي جملة اتخنق فيها اروح نازل، ما اقدرش اكمل، لان يستحيل انسان يقدر يتصور المنظر ويقدر يكمل الكلام. ولكن بقى المغنيين اللي يمضي واللي بيلحنوا كويس يقرا، واللي ورا بيسمع لحن ولكن ما يقدرش يحس. دي احدى الخطايا الكبيره. الرسل ما سلموش الكنيسه ابدا. ان الطقس بينفصل عن الواقع، ده التمثيل يا اخو. لما بيبقى حلو ومظبوط بيبكي الناس بره، الناس تقول الله ده كده شيء زي الحقيقه تمام، يبقى ما حصلناش حتى التمثيل. وبعدين جه واحد تاني اسمه أبوليدوس، هيبوليتوس اسمه، مكتوب هنا غلط، باتريك روميا، ولكن هو بورتوس روميو، الذي من بورتوس روميوس، فاحسبوه انه هو مقدم روميا اي باتريك روميا. هو في الحقيقه كان اسقف مصري اسكندراني الجنس على بورتوس روميوس اللي هي عدن النهارده على البحر الاحمر، اللي كان منها مرسحاء، لان اليمن كان فيها الجماعه النصاترة وكان فيها المسيحيه مزدهره جدا جدا. فكان الاسقف ده هناك وقاوم بابا روما كتير، وحصل تراب بينه وبين بابا روما، فحسبوه انه من روميا، حسبوه انه اسقف روميا، وبعدين قال لا باتريك روميا. وانا عملت فيها بحث طويل ربما تقروا في يوم من الايام. فهيبوليدس ده اسقف اسكندريه الجنس، عين على مدينة أو ميناء عدن 225 حاجة زي كده. ده بداية القانون تاني اللي هنقراه. يعني احنا يعني يدوب عدينا القرن الأول 100 سنة ودخلنا في القرن الثاني، قرن 200 يعني 220 ابتدت قوانين هيبوليتوس. هيبوليتوس ما عملش حاجة غير نجمع قوانين الرسل ونقحها. في الفصل 22 بيتكلم عن أسبوع الفصح، الأسبوع المختص بالفصح الذي لليهود، فليتحفظ من كل الشعب بتحفظ عظيم، فليحفظ من كل الشعب بتحفظ عظيم، وليصم فيه من كل شهوة حتى إلى الكلمة لا يقولونها بفرح بل بحزن. ابتدينا ناخد الوضع النسكي، ابتدى الإحساس بأسبوع الألام يدخل في الوضع النسكي، ما بقاش يعني بس يصوم، قال لك لا ده كمان حتى التحفظ من الكلام. وانا كنت عامل كده في الريان وعملت كده هنا في الاسابيع اللي فاتت. هنا من هيبوليتوس في القانون 22 بقول لكم ده من سنة 220 ميلادية او 225، بقول ايه، ليصوموا فيه من كل شهوة، من كل شهوة حتى الى الكلمة لا يقولونها بفرح بل بحزن. عارفين أن رب المجد غير متألم تألم عنا لكي نصبر على الألام ونخرج من الألم الذي نستحق لأجل آثامنا. برضك يعني قرب من بولس مع المسيح صلبت، ونخرج من الألم الذي نستحق. يعني هو في الحقيقة احنا بنستحق الألام دي بتاعت المسيح، احنا اللي بنستحقها، فما كناش هنجوزها معاه يبقى نخرج منها ازاي؟ بس يبقى هتحل علينا إلى الأبد وتبقى عقوبة. ولكن اللي يعيشها ويحياها بإرادته كجزء من خلاصه، كجزء من حياته، بل كجزء من فرحه وصليبه، ده هيخرج منها، أو يعني هيعفى منها من الآلام دي، لكي نصبر على الآلام ونخرج من الألم الذي نستحق لأجل آثامه. أدي مفهوم الآباء القدام ليه أسبوع الآلام. وبرضك أسبوع الآلام بكرره غلط، أسبوع الفصح.
ونحن أيضا نشارك الألم الذي قبله عنا. مفهوم هيبوليتس، هيبوليتس كان عبقري، من أجل عبقريته الهائلة سرقوه الجماعة اللاتين، وبنوع من التزييف الذي لا يطيق العقل. الأول قالوا إيه؟ قالوا ده شرقي، ده في بداية تاريخه يعني، قالوا ده شرقي، بس هو جه يعني في روما وكان أسقف على بلد جنب روما اسمها بورتوس رومانوس، ده أول بداية التحنجيل. ليه؟ لأن قوانين هيبوليتس في الإفخارستية مطابقة لقوانين روما اللي هي النهاردة ماشية. قالوا بس يبقى لقينا الأصل بتاعنا، يبقى هو هيبوليتس ده أسقف رومية، هو اللي عمل طقس الإيه؟ الإفخارستية بتاع روما، يبقى الطقس بتاعنا رومي أصلي مظبوط. لا، ده اسكندراني، وطقس روما متاخد من اسكندرية بالحرف الواحد، وهيبوليتس ما عملش طقس إفخارستية من نفسه، ولكن نقل لنا الطقس تماما بتاع الرسل زي ما استلمه. وبعدين ما أملهم ناس لاتين ومؤرخين كاثوليك وقالوا لا ده كذب وافتراء، ونحن ضد هذا التزييف، وهذا الرجل شرقي واسكندر الجنس. بس ما قدروش يحددوا قوي، فضل تجري يمين وشمال ومخطوطات هنا وهنا، لغاية ما أثبت مع حوالي 10-12 عالم أو مؤرخ إن الرجل ده اسكندر الجنس. هيبوليتس من أقوى الآباء القديسين اللي قننوا وجمعوا القوانين في الكنيسة، ومحبش الاسم ده يتنسى أبدا. طبعا باين أو من كلامه، شفت الكلام اللي قبليه وكلامه هو، ابتدت فيه الاستنارة والوضوح. ونحن أيضا نشارك الألم الذي قبله عنا، لنشاركه أيضا في ملكوته. كلام قوي جدا جدا، أدي أسبوع الألام، ده شركة في الملكوت، ما هوش طقوس. فمحبش حد يتغيب في أسبوع الألام، وبعدين اللي حاضر حاضر منتبه، لأن كل اللي بيتقال له معاني وكله ربط. زمان في سنة من السنين قدرت بنعمة ربنا أقف واربط جميع النبوات بالأناجيل بالمزامير، ساعة 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 طول أسبوع الألام، وفي كل ساعة أنهيها بصلاة، فكنت بأنهيها بصلاة بتجمع المعاني بتاع النبوات مع المزامير مع الإنجيل. فطبعا مش صعب، وبدون أعداد، ما رتبتش يعني في عليتي، لا تلقائيا، لأنه واضح أي واحد قاعد منتبه وروحه سخنة على طول يحس، وعلى طول يبان الخطوط وهي متقابلة معا في بؤرة واحدة. يرجع هيبوليتس يقول، والطعام الذي في هذه الجمعة خبز وملح وحده وماء، فإن كان واحد مريضا أو في كورة ليس فيها نصارى ويفرغ زمان البسخة ولم يعرفه كحده أو لأجل مرض، فليصم بعد 50 وليصنع البسخة بأدب ليعلم سريرته إن لم يتوانى بغير خوف، أن لا يتوانى بغير خوف. وليس يصومون لأنهم يصنعون البسخة، بل يكونون وحدهم لألا يصنعوا أساسا آخر غير الذي هو موضوع، يعني بيعملوا لأنفسهم كمشاركة، يعني مش طقس. هنا الجمال بتاع هيبوليتس هنا، يعني مش طقس خلص وبس، يعني إن ما قدرتش لسبب من الأسباب لسبب مرضك، لما تخف تصوم الأسبوع ده كله تاني وتعيشه تاني مع الرب، لأن ده جزء لا يتجزأ من حياتنا أو من الدورة الكنسية بتاعت السنة بتاعتنا. ومن قوانينه أيضا في الفصل 38، وأما ليلة قيامة سيدنا يسوع المسيح فليكن احتراز عصيم حتى لا ينام أحد بالجملة إلى بكرة، ثم يغسلون أجسادهم بماء من قبل أن يحلوا الفصح. كلام بديع، ما نقول لك إيه، ممنوع الحمى عند التناول. ثم يغسلون أجسادهم بماء من قبل أن يحلوا الفصح، وليكن كل الشعب بنور، لأنه في تلك الساعة جعل المخلص كل البرية أحرار، وعبدته السماوات والأرض وكل ما فيها، لأنه قام من الموتى وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي في مجد أبيه وملائكته يجازي كل واحد كعمله. الذين صنعوا الخير إلى قيامة حياة أبدية، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة دينونة.
كما هو مكتوب. ولأجل هذا يجب علينا أن نكون متيقظين في كل حين، ولا نعطي لعيوننا نوما ولا لأكفانا نعاسا إلى أن نجد موضعا للرب. أيضا من قوانين أبائنا الرسل في فصل 40، لا يجب أن يذوق أحد من المؤمنين بالمسيح شيئا في البسخة من قبل الوقت الذي يجب أن يؤكل فيه، إلا أن يكون مريضا لا يقدر أن يصوم اليومين، فليصوم يوم السبت لأجل الضرورة، وليكف ولا يذوق إلا خبزا وملحا. وإذا كان إنسان لم يعرف البسخة أو كان في لجة البحر ولم يعرفه، فليصوم بعد 50، وليس هو بسخة يحفظه بل هو مثال، ويجب عليه الصوم عوضه. والذي يعتمد فيها ده ناقص، وإن شاء الله بنعمة الرب هحصل على المخطوطة الكبيرة، وأنا عشان أنا عرفنا نمرة المخطوطة الكاملة اللي فيها الإبطي، عشان أقدر أحط الإبطي وترجم ويبقى قدامي كل شيء موجود قدامي. أما يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ولياليهم فالحال فيهم واحد، وهو في كل صلاة يقرأ نبوات وأفسر والشعب جلوس ويقال كريا ليسون. وبعدين هنا بقول لازم تتألف كتابة تري زي العادة، المجد للآب والابن والروح القدس، ويمكن تبقى أجمل لما نقولها، وإن ما عرفش ليه حذفوها دغشومية ما لا أكثر ولا أقل، حذفوها في قلب في الدلال هنا موجودة في الطقس، ده طقس قديم من القرن 13. تتألف كتابة تري المجد للآب والابن والروح القدس بالعربي قبل ما يقول أبانا لي، ما هو بعد كيرالسون بتقال النبات وفصل، النبات بتتقال بعدين بتتفسر والشعب جلوس بعدين بتقال كيرالسون، وبعدين يقول بكسابة تري وقالتين بشاء اللهم اجعلنا مستحقين وثقت تجو، وطرح المزمور بلحن الحزن أو لحن الأدريب. هنا واضح أو الكلام، وقرأ الإنجيل بلحن الحزن ويفسر عربي، وترتيب التفسير أن يقال من المزمور وبعده يا ربنا وإلهنا ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسمع إنجيلك المجيد، فصل من إنجيل فلان البشير. وإذا كمل يطرح الطرح الموافق لتلك الساعة، وإن كان ثم شيء من المواعظ فلتقرأ بعد الإنجيل، وتقال الطبحات طفينة الطبحات اللي هي الطلبات، ويقول قارئها قبلها أربع دفوع أكلين متابناتا، ما عرفش بتتقال ثلاثة بس، ارجعوا لها يمكن تبقى أربعة موجودة الله أعلم. وبعدين برضك بصحح لتاني مرة، ما تتقالش أكلين متابناتا أناستو من أكلين متابناتا كي أناستو من تابناتا، ما تتقالش كده، ولكن تتقال كده أكلين متابناتا أناستو من أكلين متابناتا أناستو من كي أكلين متابناتا أناستو من. إيه بقى دي؟ قول يعني احنا ركبكم للرب قوموا، احنا ركبكم للرب قوموا، وايضا احنا ركبكم للرب وقوموا. انما شوف بقى لما بتسأل غلط اكلون تاجوناتا كي انستو من اكلون تاجوناتا، كان الانستاسس انضافت للتانية فبقت لخبطة. اتفهمت ولا لسه؟ اظن مفهوم. ويسجد الشعب 12 سجدة إلا في صلاتي الأولى والثالثة من الليل فإنها عقب الفطور ما بتتسجدش، وطبعا هنا على أساس المزامير 12 سجدة، إنما هنا الطبحات دب وكل شوية يسجدوا سجدة. يا ريت واحد يشوف الطبحة الثاني هي عادتها 18، بيقول والأفضل والأصح أن يعني تتعمل النقط على 12 واحدة يبقى 12 سجدة بالضبط، يعني مثلا يحط الطب يعني طلبتين في بعض، ثلاث طلب في بعض، لغاية ما يبقى كل السجدات عددها 12 بالضبط. هنا حددها قوانين الرسل دي، مش بجيب من عندي ولا بصحح ولا بعدل للكنيسة، ولكن للأسف ان الكتب المطبوعة طبعت بايدين ناس مش علماء مش مدققين وما يدروش يرجعوا المخطوطات كتيرة، وبين أو في السنكسار يعني اللي طبعوه قد إيه اللخبطة وقد إيه عدم المعرفة. فهنا ويسجد الشعب 12 سجدة
إلا في صلاتي الأولى والثالثة من الليل اللي هو بعد الأكل يعني ما بتسجدش. ثم قال ابن تيمينان ودي معروفة وكير العيسون 48 مرة، دي بقى حرام زيادة. هي بتتقال كم مرة ابن تيمينان؟ كم مرة هنا وكم مرة هنا؟ 6 و6؟ ها؟ 30 واحدة بس؟ 30 واحدة، هو أقول لك هنا 48، ما أعرفش تصحيح ازاي هتيجي. وبعدين بيقول في الآخر هنا ويقول كان هذا الكلام قبطي آري أغافي تسكيفالاس مونت كويريو، وبعدين انتنيتشي امبيازمو افوليتين افشويس بفيزمو اروتين، ترجمتها اصنعوا محبة واحنوا رؤوسكم لتنالوا البركة من الرب، الرب يبارك عليكم. ده لما يجي يقول البركة، اصنعوا محبة احنوا رؤوسكم لتنالوا البركة من الرب، الرب يبارك عليكم. وهي التيالي يعني لو قالها الشماس بصوت جهوري أري أغافي تسكي فلاسي مونتو كريو كلينتي انتنتشي امبيازم لتنالوا البركة، وبعدين الكاهن يقول من الرب، الرب يبارك عليكم، ويبتدي يقول البركة بارك يا ربنا إلى آخره. ده حسب ترتيب الرسل. ثم يقول البركة ويسرح الشعب. يبقى هنا خلصنا، هنا بيحدد خميس العهد ايه، لما نيجي الخميس العهد بقى وترتيبه. انتهي من هذا الكلام بقوانين الرسل، قد ايه نبهت وقد ايه شددت على اسبوع الالام وعلى احساس ومفهوم وعلى مقدار توقيرنا له في حياتنا الخاص. ارجع تاني لكلام بولس الرسول مع المسيح صلبته. في الحقيقة داهم بيجرنا إلى أن أنا مع المسيح سرته إلى الجلجثة، وعلى المسيح مع المسيح ارتفعت على الصليب. في الحقيقة أحبائي منظر مهيب لا أستطيع أن أصوره، والمسيح صاعد إلى أورشليم وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وأخذ تلاميذه على انفراد قال لهم تعالوا، كان ماشي وراء جامع كتير، فأخذهم على انفراد وقال لهم نحن صاعدون على إلى أورشليم، بس مش رايحين نعيد، ده احنا رايحين، أنا رايح أنصلب، ده أنا هيسلموني رؤساء الكهنة النهاردة أو بكرة وهنجلد، هيتمموا فيها الجلد، ومعروف الجلد يعني 39 عندهم، ولا يجلد إلا يعني أنواع الخطايا الشنيعة المعروفة. وأسلم لأعياد الأمم وأصلب. في الحقيقة بناخد الكلام بخفة وبنقرأ الإنجيل بعدم وعي وكأنه كلام قصة. ولكن ممكن أنا أقدر أنبه ذهنكم أن أنا بفترض أن الإنجيل ده تاريخ أبوك مثلا، تاريخ والدك يعني، وكتبه في نوتة وكل شوية تقراه. يكون إحساسك إيه لما يكون تاريخ أبوك، أبوك يعني الجسدي، إن كان طالع رايح القاهرة في اليوم الفلاني، وبعدين في السكة نده لك أنت وإخواتك وقال لهم يا أولادي أنا هطلع الوقت وهيطلع علي قضية زور وهيعملوا فيا وهيسووا فيا وهموت، فخليكوا رجالة وخليكوا شجعان واحتملوا من بعدية والحاجات اللي أنا عملتها عملوها وتغيروا الأشياء اللي أنا قلتها لكم. وهو كاتب المذكرات دي يعني كل شوية يفتحها ويقراها، يقرأ له إيه؟ التاريخ ده يا أحبائي مش تاريخ أبويا ولا أبوك، ده تاريخنا إحنا، تاريخي، تاريخ حياتي وموتي، تاريخ خلاصي وهلاكي. الإنجيل ده هو الطريق بتاعي، وهو ده يعني بتاع العجلة اللي بيرموها للغريق، يعني زي واحد غريق بيطب ويطلع يموت والأرض عميق بعيدة وبيرموله عجلة كاوتش كده تطوف ويقولوا له امسك فيدي، يروح ماسك فيها يلقي نفسه خلاص
قدر ياخذ نفسه. فالانجيل ده الفلك، فلك نوح اللي احنا يعني دخلونا فيه، وادخلوا اللي احسن تهلكوا، تفتح منطقه كده يعني تشوف الهلاك بعينيك. فالكنيسه اسموها فلك نوح في الترتيله كده، ترتيله ابطيه قديمه مش فاكرها، يا 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 سفينه النجاه فلك نوح. في الحقيقه المسيح خدنا في حضنه، خدنا جوه قلبه جوه جنبه، ومات بينا وقام، فاتعتقنا الى الابد من الدينونه ومن الموت ومن تعيير الشيطان ومن سلطان الخطيه ومن كل ده انتهى. ارجع تاني لاحساس المسيح وهو خارج من المدن بقى، وطالع على اورشليم وخد تلاميذه على جنب وقال لهم اني انا ساصلب. في الحقيقه الكلام كان تقيل عليهم، ومنهم اللي ما صدقش، ومنهم اللي ما فهمش، ومنهم اللي رفض القضيه بجملتها، يعني رفض المفهوم ده ان يموت. ده احنا نعرف ان المسيح سيبقى الى الابد، ازاي ده هيموت؟ يكونش ناوي يسلم نفسه لشتات اليونانيين؟ يكونش ده من الاقربين اليه؟ وحتى يعني بطرس يعني رفض العملية بجملتها من أولها لآخرها، بألامها بصليبها بكلها، من بداية عرس قانا الجليل للآخر خالص، وقال مع أخذ يلعن ويجدفون، أنا ما أعرفش الرجل. فالعملية خطيرة 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 جدا. وللأسف أن لأن ما أشرقش علينا نور القيامة كما ينبغي، وما خدناش قوة الروح القدس فينا كما ينبغي، الألام مش حية جوانا، ومفهوم أسبوع الألام مش حي، ولا صليب، لأن لغاية النهاردة بنشعر باستهانة بالصليب من جهة أن مش قادرين ناخد القوة منه اللي نعيش بيها، أو يبقى الصليب فعلا قوة نصرة دائمة في حياتنا بتعوزنا دي. ده معناها أن نور القيامة ما أشرقش، يبقى إحنا لازلنا زي بطرس. يعني ممكن لو تقع في مزنق ويعني ممكن تجدف، يعني زي تلميذ بخمس اللي كل يوم فضل يخوته ويقول له انا عاوز استشهد، يقول له يا ابني استشهد له زمن، يقول له لا انا نفسي استشهد يا ابني، سيبني اروح حتى يكون فيها اضطهاد المسيحيين واروح استشهد، قال له لما اجي لك الاستشهاد قد حدك، يبقى استشهد، عاوز استشهد، عاوز لغايه ما غلب بابا خمس. وفي يوم من الايام رايح ياخد الاكل لاخواته وماشي في السكه مسكوه جماعة حرامين لصوص ليس إلا، يعني قال أنت نصراني هات اللي معاك، ولما وقتك ها وراح قايم بالسيف كده عليه، مجرد تخويف كده، قال له في عرضك، قال له تجدف على المسيح ولا ها قوم اذبحه يا فلان، قال له جدف، وجدف على المسيح، وقال له طبعا وضربوه قلمين ومشوه وخد اللي معاه ورجع لابوه قال انا جدفت. فالثوب ده ما يقدرش يحمينا وقت الخطوره، بنجدف وبننكر، بننكر الصليب وننكر الايمان وننكر الطريق وننكر الملكوت، ونطلب الراحه ونطلب التعزيه ونطلب مجد انفسنا ونطلب الكرامه. هو يعني الواحد لما يطلب كرامته طب ما ده جحود للصليب؟ هو الشخص اللي ما يحتملش الاهانه طب ما ده جحود للصليب؟ هو لو واحد منكم ما بيحتملش اخوه طب ما هو ده انكار للالام؟ ناقصه ايه؟ ناقصه بس ان الالام تزيد شويه هو يجحد المسيح كله، او الكرامه بس تتقدم زياده شويه هو يجحد كل حاجه، وممكن يعمل كل شيء. فلما قام المسيح من الاموات وشافوه التلاميذ وامنوا بالقيامه، على طول قدروا الصليب، عرفوا ان الصليب ده بتاعهم، وصرخ حتى اللي ما شافش المسيح وقال مع المسيح صلبت، وقال بولس قال احبني ومات من اجلي، ما كانش ميت من اجل نفسه، المسيح ما ماتش
عشان خاطر روحه، ده مات عشان خاطر بولس. بولس عشان خاطرك انت،